السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن نوع من انواع البنتريشن تيستينج للموبايل، موبايل ابلكيشن، اللي هو نوعين: نوع سيرفر سايد ونوع كلاينت سايد. سيرفر سايد هو اللي هنشوفه النهارده، مين اللي هنشوف ازاي نخلي الترافيك يجو ثرو بيرب بروكسي، وبعدين انت بقى تعيش من بيرب. خلاص انت عندك كده ايه الابلكيشن بيكلم الباك اند ازاي، تروح بقى انت تشتغل بقى سيكوال انجكشن، تروح تشوف ازاي تست الويب سيرفيس كانك جاي من ويب عادي. احنا بس الهدف من الفيديو السريع ده ان احنا نشوف ازاي الترافيك بيوصل من الموبايل ديفايس او من الايميليتور لبيرب. انا شغال على ايميليتور اسمه نوكس بلاير، ده ايميليتور فري وسريع وظريف. في ايه كمان؟ انك ممكن لما تدوس على السيتنجز دي تعمل تشيك على الروت، تقول له سيف، يقول لك ريستارت، خلاص انت كده بقيت ايه؟ روت. بنحتاج ايه في الروت؟ بنحتاجه في كل الحاجات بتاعت الكلاينت سايد غالبا. ليه؟ عشان لو انت مش روت، في فايلز كتيره جدا بتاعت الابلكيشن مش تقدر تشوفها، فمش تقدر تعمل اناليسيس كويس. فاحنا دلوقتي هنبص ازاي ابلكيشن زي اطلب مثلا، ده منزله من على الجوجل بلاي، ازاي اطلب ده يقدر نخلي الترافيك يروح ثرو ايه؟ البرب. انا عندي المكانتين دول على نفس، عندي الايميليتور والبرب على نفس المكنه. لو انت عندك فيزيكال ديفايس بقى او ايميليتور على مكنه تانية، فلازم تميك شور ان الاوبشنز دي تبقى لل، ده الاي بي بتاعي، تبقى على الاي بي اللي انت هتستقبل عليه، او يعني لو تريح نفسك وتدوس اول انترفيسز بيلسن على كله. ده الايميليتور نفسه، جوجل بلاي بيبعت حاجات، فانت كمان شايف الترافيك بتاع جوجل بلاي. وهنا لازم تظبط الابلكيشن. لو دول على مكانتين مختلفتين، فلازم المكنه اللي عليها بيرب يستحسن تقفل من عليها الفاير وول، او تعمل رول يعني، او ريح نفسك واقفل الفاير وول، لان كل ده لوكال. بنعمل ايه على الديفايس او الايميليتور؟ لازم تظبط في السيتنجز البروكسي، ولازم طبعا يكون الاثنين على نفس الواي فاي. تقول له موديفاي سيتنجز، تروح تقول له ادفانسد اوبشنز مانوال، ده الاي بي بتاع المكنه اللي عليها بيرب، وده البورت بتاع بيرب اللي هو هنا، تمام. فانا كده بقول للديفايس او الايميليتور الترافيك وديه لبيرب. دي حاجه. تاني حاجه، لازم ننزل السيرتيفيكت بتاع بيرب. نزل السيرتيفيكت بتاع بيرب ازاي؟ انا منزلها، بتروح تكتب http بيرب في البروكسي وتنزل السيرتيفيكت، هتلاقيها في الداونلودز. السيرتيفيكت بتنزل دوت دي اي ار، حلو. فانت لازم تروح تعمل لها رينيم وتخليها دوت سي اي ار. بنعمل الكلام ده منين؟ اي فايل مانجر. هنا فايده الروت بقى، انا هنا ايه، اقدر ادخل على كل حاجه، هسيرش بداونلود، تمام، تعمل لها رينيم، تخليها دوت سي ار. انا اوريدي عملت الكلام ده. وبعدين تروح تمبورتها ازاي؟ تروح لسكيورتي. طبعا الشكل ده بيختلف من فيرجن لفيرجن، ده اندرويد 4. ولو فيزيكال ديفايس شاومي بقى والحاجات دي هتلاقيه مختلف تماما برضو. ممكن تلاقي سكيورتي تحت ادفانسد اوبشنز او حاجه. المهم بتروح للسكيورتي وتقول له ايه، انستول فروم اس دي كارد، وتروح تدور على السيرتيفيكت بتاعتك وتختارها، وهيطلب منك تسميها اسم، ويبقى عندك بين كود. تعال نعملها تاني، مش مشكله، نكتب بيرب. اوكي، لو انا ما كانش عندي بين كود للديفايس كان هيبقى هيطلب مني بين كود. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ احنا دلوقتي سطبنا ابلكيشن عادي خالص. الايميليتور ده لو انت عندك اي بي كي ممكن تعمله دراج ودروب، فهينزل هنا عادي برضو. فاحنا سطبنا ابلكيشن، حطينا السيرتيفيكت بتاعت بيرب، عملنا لها انستليشن عشان تبقى مع التراستد سي ايز سيرتيفيكت اوثورتيز بتاعت الديفايس، وخلينا كل الترافيك اللي طالع من الديفايس ده لما ظبطنا البروكسي بتاع الواي فاي، كل الترافيك رايح للمكنه وللبورت بتاع بيرب، وخلينا بيرب يلسن على الترافيك
اللي جاي للاي بي ده او من الانترفيس ده للانترفيس ده. طيب نفتح بقى الابليكيشن. كل الترافيك ده بتاع الابليكيشن هنلاقي هنا مثلا ايه حاجه على اطلب. كل ده الباك اند بتاع الابليكيشن. طبعا في كذا سيرفر وانت بتست هيتقال لك ايه الاي بي ايز او الباك اند اللي انت تركز عليها. فاحنا سايين ان احنا عايزين نختار حاجه معينه، عايز شاينيز فود فايند ريستوران. هتلاقي هنا البوست ده هو بتاع الويب سيرفيس اللي احنا كلمناها، ده الاي دي بتاع الاريا، الاي دي بتاع السيتي، الاي دي بتاع الريستوران، الاي دي بتاع مش عارف ايه. كل الكلام ده ايه بقى عندك الابلكيشن في كل الترافيك كانك شغال على براوزر. هنا بقى انت تمسك الترافيك ده وتعيش ايه، مثلا عندك 9 دي سسبكت، انت بقى تشوف بقى في سيكوال انجكشن، هل اقدر اكسس ارياز لو البيزنس بيمنعك مثلا اكسس ارياز مش بتاعتي مثلا. تعيش حياتك كانك بتست ويب سيرفيس. بس طبعا لازم تفهم اللوجيك بتاع الابلكيشن. يعني انا مثلا لو انا ما اقدرش اسيرش، حلو، عندي سيرش دي ليتس سي ان هي في البيزنس دي غير اليوزرز معينين، فانا بدخل من يوزر زي الويب عادي، بدخل من يوزر لي اكسس سيرش وسيرش واخد الويب سيرفيس، وبعدين بالويب سيرفيس دي اخش بيوزر مالوش اكسس واخد نفس التوكن، وهكذا ناخد نفس التوكن واجرب اقدر اسيرش ولا لا. فهل انا قدرت اسيرش بان انا بس عرفت شكل الانترفيس عامل ازاي او شكل الويب سيرفيس عامل ازاي؟ ده ببساطه ازاي نخلي كل الترافيك بتاع موبايل ابلكيشن يعدي على بيرب. في حالات هتلاقي ان لا مش بيعدي كده على طول، ففي تو زي ادونز كده او ابلكيشنز، حاجه اسمها اس اس ال انبن، وبعدين نزلت حاجه اسمها اس اس ال انبن 2، ساعات ده بيشتغل وساعات ما بيشتغل. لو انا فتحت الابلكيشن وما لقيتش حاجه رايحه هنا ولقيت الاليرت دي بيطلع لي فيها مشاكل ايشوز بقى في الاس اس ال كونكشن، فساعتها يستحسن اعمل ايه. طبعا انا لو ما حاولتش ان انا باي باس الاس اس ال الباي باس سيرتيفيكت بيننج خلاص يبقى انا بلوكت، فمش قادر تست حاجه غير الحاجات الكلاينت سايد. تمام، يعني بقى نشوف الكلاينت سايد ده في كلام تاني سيشن تاني. دلوقتي انا مثلا عايز اطلب ده اعمل له اس اس ال انبيننج، اروح اعمل له انبيننج واروح ايه اجرب الابلكيشن اشتغل تمام وشفت الترافيك تمام، ما اشتغلش خلاص اروح اعمل هنا كلير عشان تبقى بس حاجه واحده بس اللي شغاله، واعمل هنا ايه اس اس ال انبيننج. ممكن تلاقي ابلكيشنز غير دي كمان، يعني لو دول ما اشتغلوش هتضطر تدور تاني على طريقه اعمل بيها انبيننج. في فريم ورك اسمه فريدا، ده بيشتغل في حاجات كتير، بس ده ما اشتغلش معايا على النوكس، اشتغل معايا على الايميليتور بتاع جوجل. هو بيحتاج شويه سيت اب كده، فتعالوا نكتب فريدا باي باسنج، هتلاقي في حاجات كتيره جدا على النت تقول لك ازاي تسطبه، يعني ازاي تسطبه وازاي تجربه. او اندرويد هنا هتلاقي بالظبط ازاي تحط عليه بيحصل ايه. بس انت بتحط على الايميليتور السيرتيفيكت بتاع البرب اللي هو هيعدي من عليها في مكان، وبتروح تنزل الفريدا نفسه شويه ابلكيشنز كده شويه فايلز بتنزلها وتحطها برضو على ال ايميليتور، وبعدين بترنه از سيرفر وبتجيب بقى الابلكيشنز، بتعمل بتجيب لسته الابلكيشنز اللي مفتوحه وتقول ايه، تقول لفريدا في الاخر روح افتح الابلكيشن بس اعمل ريبليس للسيرتيفيكت بتاعه الابلكيشن بالسيرتيفيكت بتاعتك دي اللي هي بتاعه بيرب. فطويل شويه بس بيشتغل في حالات كتيره، وفي كيسز هتلاقي نفسك مش عارف تعدي خالص السيرتيفيكت بيننج وخلاص كان الله بالسر عليهم. هنروح بقى نشتغل على الحاجات الكلاينت سايد. ايه هي الحاجات الكلاينت سايد؟ هي الابليك الفايلز اللي بيكريتها. ونفترض ان احنا عملنا لوجن مثلا هنا بيوزر نيم وباسورد، وده بقى جاب سيشنز والكلام ده كله، وكريت بقى سيشنز وكوكيز وتوكنز والحاجات دي كلها. هل الحاجات دي متسيفه عندي لوكال صح؟ يعني متسيفه انكريبتد ولا مش انكريبتد؟ بندخل غالبا، تعالى ندخل على داتا. الفايلز كلها بتبقى فين؟ الفايلز بتبقى في فولدر اسمه داتا، داتا داتا وراها داتا، وبعدين هنا دي الابلكيشنز بقى بتاعتي، الفايلز بتاعت الابلكيشن. تعالوا نسكرول كده نشوف اطلب فين. ادي اطلب، دي كل الفايلز بتاعت اطلب، الداتابيز بتاعته اللوكال طبعا اللي عندي،
دي اسمها سكوليت داتابيز، تقدر بحاجه اسمها سكوليت فيور تنزلها على الويندوز تشوفها الفايلز بتاعت الابلكيشن. كل الفايلز دي نيد تو بي انالايزد لو فيها يوزر نيم او باسورد او سيشن او توكن متسيفه، اي لوكال داتا متسيفه مش انكريبتد ممكن تهارم اليوزر لو مثلا الديفايس ده ضاع. غالبا هنا في الشيرد بريف فولدر ده بيبقى فيه معظم الابلكيشنز بتسيف اليوزر نيم والباسورد بتاعها، بتحط هنا شويه تاجات اكس ام ال كده فيها انفورميشن. كل الفايلات دي محتاجة انك تبص فيها تشوف الكاش ده في حاجة متسيفة في التم. طبعا الكلام ده لو انت ايه عامل لوجين يعني اوثورايزد. بس كده ده غالبا السيرفر سايد والكلاينت سايد. مهم جدا الكلاينت سايد ده هتلاقي حاجات تانية في الابليكيشنز متسيفة انت على حسب البيزنس بقى. يعني مثلا كان في ابليكيشن بنقرأ منه كتب، فكنت انت بتخش هنا تلاقي الكتاب وتروح تدي لاي حد تاني يشيره، فتدي لاي حد تاني امبورته في نفس المكان فيقدر ياكسس الكتاب. طبعا ده ايشو في الدي ار ام، ما ينفعش ان احنا تنزل فايل وتشيره، لازم يبقى متسايب انكريبتد ومحدش يقدر يقراه غير الراجل اللي اوثرايز ان هو يقراه. يبقى متسايب يس على الديفايس نفسه انكريبتد، ويديكريبت في الران تايم، يحصل له ديكريبشن في الران تايم. فكان بيحصل مثلا ان هو الديفلوبر شايف ان دي حته سيف فبينزل الحاجه ويسيفها ان انكريبتد عادي، فدي مشكله. فعلى حسب البيزنس انت تقدر تبص في الفايلز وتانالايز بقى ايه الحاجه اللي بتبقى فيها ريسك للبيزنس. في حاجه تانية، الاي بي كي نفسه المفروض يتعمل له ريفرس انجينيرنج لو تقدر، ممكن نبقى نبص عليها في سيشن تانية. دي يحصل له ريفرس انجينيرنج وتدور انت بقى في السورس كود ده هل في اي بي اي توكنز، هل في يوزر نيم وباسورد فيكسد، هل في اي بي ايز انت مش قادر تشوفها او سيرفرز انت مش بتاكسسها من الابلكيشن بس محطوط لها ريفرنس. فتقعد سيرش في السورس كود تشوف هل في اي حاجه تقدر او يطلع منها ريسك على البيزنس او على الابلكيشن او على الباك اند بتاعه. بس النهارده كان التركيز على الترافيك ما بين ان احنا نشوف الترافيك اللي ما بين الابلكيشن والويب سيرفيس. شكرا. لو في اي كومنتات بقى او اي اسئله اقدر اجاوب عليها اسالوني. سلام يا شباب.